تعالي يا مريم نعدي الشارع نروح عند المحل اللي هناك ده، عنده لبسة حلوة قوي. آه رجلي رجلي يا نور. يا حبيبتي يا مريم قومي. انتي كويسة؟ انا اسف جدا لحضرتك. أيوة الحمد لله كويسة، جت سليمة. مش تفتح وانت سايق، ولا هي أرواح الناس لعبة في إيديكم؟ كل واحد أهله جابوله عربية يمشي ويدوس في الناس كده. انا اسف جدا مش قصدي. طيب انتوا كويسين؟ اهم حاجة ايه البنت الجميلة دي، بس للأسف لسانها طويل قوي. أيوة كويسين. انا بعتذر تاني، وممكن نروح المستشفى دلوقتي عشان اطمن. لا لا مش لازم مستشفى، أنا خلاص بقيت كويسة، رجلي كانت بتوجعني بس من الخبطة، لكن الحمد لله دلوقتي مش حاسة بحاجة. طيب انا بعتذر لكم تاني، بس انا كده ولا كده كنت رايح المستشفى، عندي حالة طوارئ هناك ولازم اروح اشوفها دلوقتي، حالتها خطيرة. ايه ده؟ هو انت دكتور؟ ايوه انا دكتور اشرف وبشتغل في المستشفى المركزي. انا بعتذر جدا لحضرتك يا انسه. انا اسمي نور. خلاص يا دكتور حصل خير، انا مقدرة الظرف اللي انت كنت فيه، انت كنت عايز تروح المستشفى بسرعة عشان تلحق المريض، بس ابقى خد بالك عشان تنقذ حد تخبط حد في طريقك بالعربية. لا لا بعد كده هاخد بالي وهركز في الطريق. طيب لو حابين اوصلكم اي مكان انا تحت امركم. يا ريت يا دكتور، اصل انا رجلي تعبانه شويه ومش قادره امشي عليها. طيب خلاص اتفضلوا اركبوا العربية انا هوصلكم. شكرا يا دكتور، فرصة سعيدة قوي. انا اسعد يا انسة نور، بعد اذنكم. شفتي يا نور قد ايه الدكتور اشرف ده ذوق جدا؟ هو اي نعم كان هيخبطنا بالعربية، بس انا هسامحه عشان كان عنده حالة خطيرة في المستشفى ولازم يروح يلحقها. بس شفتي يا نور كان واقف بيبصلك ازاي؟ شكله كده اعجب بيكي. ايه اللي بتقوليه ده يا مريم؟ ده شكله دكتور محترم، مش بيبص للبنات والكلام الفاضي ده. نور، مريم، انتوا رجعتوا؟ انتوا واقفين بتتكلموا في ايه؟ وبعدين مالها رجلك يا مريم؟ مش بتمشي كويس عليها ليه؟ ابدا يا ماما مفيش حاجه، ما تقلقيش، رجلها اتعوجت بس واحنا ماشيين. طيب اطلعي ارتاحي انت يا مريم في السرير وما تتحركيش كتير. حاضر يا ماما. انا كمان هطلع اوضتي يا ماما. البنت اللي انا خبطتها بالعربيه دي لازم اشرب من دمها واحولها لمصاص دماء وتكمل حياتها معايا، بس ازاي؟ ازاي؟ انا لازم افكر في خطه اعملها. انا عرفت بيتها، انا اروح اتقدم لنور واكيد اهلها هيوافقوا لما يعرفوا ان انا دكتور. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا ماريا. صباح الخير يا مريم. اخبار رجلك ايه؟ خفت يا حبيبتي؟ ايوه يا ماما الحمد لله رجلي بقت كويسه. مالها رجلك يا مريم؟ ايه اللي حصل؟ ابدا يا بابا كانت بتوجعني شويه وخفت الحمد لله. طيب سلامتك يا مريم يا حبيبتي، انا هروح بقى الشغل، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامه. يلا يا مريم يا حبيبتي عشان تقعدي تفطري. حاضر يا ماما. يا ترى مين اللي بيرن؟ ايه ده؟ دي ساندي. الو ازيك يا ساندي، عامله ايه؟ ازيك انت يا مريم، اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. مش هتيجي تقعدي معايا شويه؟ لا انا مش هخرج النهارده، رجلي كانت وجعاني شويه وهرتاح في البيت. طيب خلاص يا مريم انا اللي هاجي اقعد معاكي شويه. ماشي ماشي تعالي هستناكي. يلا سلام. يا ترى هيكون مين اللي بيرن الجرس؟ ممكن تكون ساندي. ازيك يا ساندي، تعالي ادخلي. قولي لي الاول يا بنتي رجلك مالها. طيب تعالي ندخل نقعد في الجنينه بقى واحكي لك عشان ماما ما تسمعنيش. يلا بقى يا بنتي قولي لي ايه حكايه رجلك دي وليه مش عايزه طنط تسمع. وانا ماشيه انا ونور اختي عربيه خبطتنا وانا وقعت على الارض ورجلي وجعتني. يا خبر، طب واللي كان هيخبطكم ده كان شارب حاجه ولا ايه؟ المفروض الشرطة تقبض عليه. لا ما هو طلع دكتور وبيشتغل في المستشفى وفضل يعتذر لنا كتير قوي وكان عايز يوديني المستشفى، بس انا رفضت طبعا لان مش محتاجة مستشفى قوي يعني، بس بقى صمم يوصلنا هنا للبيت. بس عايزة اقولك بقى انه طول الوقت كان بيبص لنور اختي، انا متأكدة انه معجب بيها وبيفكر يخطبها. ايه ده؟
ممكن يكون عايز يخطب نور. على فكرة الحاجات دي بتحصل في الأفلام العربي، البطل بيخبط البطلة وفي الآخر بيروح يخطبها. بالضبط زي الأفلام، أنا حسيت بكده. سلام بقى يا مريم، هبقى أطمن عليكي تاني. ايه ده عربية الدكتور أشرف اللي واقفة هناك دي؟ ايه ده؟ يا ريتني افتكرت مليون جنيه. بس غريبة قوي، هو واقف هناك ليه كده؟ عادي يا بنتي، ممكن يكون بيتكلم في التليفون. الحقي الدكتور اللي خبطك جاي علينا اهو. هو جاي يعمل ايه؟ انا رجلي بقت كويسة. ازيك يا مريم، عاملة ايه؟ رجلك كويسة؟ اهلا يا دكتور، انا رجلي الحمد لله كويسة، احسن خالص. انت جاي بقى عشان تطمن عليا ولا عشان تشوف نور؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا مريم؟ عيب كده ما يصحش. لا انا جاي عشان اطمن عليكي. قولي لي بقى، بابا موجود ولا راح الشغل؟ اكيد طبعا بابا راح الشغل. هو انت كمان مش بتروح الشغل ولا ايه؟ ايوه طبعا بروح الشغل. طيب بابا موجود بالليل؟ انا كنت عايزك تاخدي منه ميعاد وتقولي له ان انا عايزه اقابله واشرب معاه شاي. تشرب معاه شاي ولا تشرب حاجه تانيه؟ لا هشرب من دمك يا ظريفة، أنا مستحملك بس عشان لازم أحولكم زي مصاصين دماء. إيه يا دكتور ساكت ليه؟ خلاص يا مريم، خدي لي بقى ميعاد من بابا وابقي سلميلي على نور. ماشي يا دكتور، الله يسلمك. استني بقى يا ساندي، هطلع صحي نور وارجعلك. نور يا نور، اصحي يا نور. إيه إيه يا مريم بتصحيني ليه كده؟ مش هتصدقي انا شفت مين دلوقتي وقال لي ايه. شفتي مين يا مريم؟ يلا خلصيني عايزه انام. شفت الدكتور اشرف عدى من قدام البيت وسالني على بابا وقال لي اخد ميعاد من بابا بالليل عشان يقابله ويشرب معاه شاي. بجد يا مريم؟ بجد هو قال كده؟ يا ترى عايز ايه من بابا؟ وقال لي سلميلي على نور، شكلنا كده يا نور هيكون عندنا فرح قريب يا عروسه. حظ بقى، ناس تتخبط وتقع ورجلها توجعها وناس تتخبط ويجيلها عريس. حظوظ بقى. طيب انا هصحصح بقى وافوق عشان احضر نفسي واقول لماما. انا هنزل بقى لصاحبتي ساندي عشان سايباها تحت. السلام عليكم، ازيك يا شاديه؟ ازيك يا مريم؟ وعليكم السلام، اهلا يا مراد. بابا احنا جاي لنا ضيوف النهارده. ضيوف؟ ضيوف ايه؟ مين اللي جاي يا مريم؟ دكتور اشرف يا بابا. ومين بقى الدكتور اشرف ده؟ ايه ده يا بابا، هو حضرتك مش عارفه؟ طيب هو قال لي انه هيجي يشرب الشاي بالليل معاك. اما نستنى بالليل ونشوف مين الدكتور اشرف ده. ارجوك سيبني، انت مسكني ليه؟ سيبني ارجوك، سيبني امشي. اسيبك؟ اسيبك ايه؟ ده انا ما صدقت لقيتك، انت دمك جميل ومغذي ومفيد، انا مش هسيبك غير لما تتحول زي مصاص دماء. انا لازم اخلص من موضوع الجوازه ده عشان يتحولوا زي كلهم، مش عايز حد يحس بالموضوع. اما اروح البس عشان اروح اقابل بابا نور. يلا اما اروح بيت نور. جرس الباب بيرن، اما اروح افتح بسرعه. يا ترى الدكتور اللي اسمه اشرف ده عايز ايه؟ ما تستعجلش بقى يا مراد، اهو جاء اهو دلوقتي نعرف. اهلا اهلا يا دكتور اشرف، اتفضل بابا في انتظارك جوه. واخبار رجلك ايه دلوقتي يا مريم؟ الحمد لله احسن بكتير، رجلي كويسه. اتفضل. اهلا وسهلا، نورتنا يا دكتور، اتفضل اقعد. خير يا دكتور؟ مريم بنتي قالت لي ان انت عايزني في موضوع مهم. موضوع ايه؟ بصراحه يا عمي كده انا جاي اطلب ايد الانسه نور من حضرتك، ويكون ليا الشرف لو وافقتوا. والله يا ابني احنا يشرفنا، بس الاول نسال عليك ونعرفك، احنا ما نعرفش عنك حاجه. ايوه يا عمي طبعا، انا لسه منقول جديد في المستشفى هنا، ومليش اي قرايب خالص، ولا حد يعرفني ولا اعرف حد، وحاسس ان انا وحيد. انا عايز اعرف ردكم بسرعه، عايز يبقى ليا عيله، ومحتاج استقر، ومش عايز اسافر كل شويه. ايه رايك يا نور يا بنتي في الموضوع؟ اللي تشوفه يا بابا، دكتور اشرف ذوق جدا ومحترم. ياه انا هبقى اخت العروسه. مبروك يا نور يا عروسه. مبروك يا نور يا بنتي، مبروك يا دكتور اشرف. الله يبارك في حضرتك يا طنط. يا انا مش مصدق نفسي انكم وافقتوا، انا مبسوط جدا. لولا بقى خبطه العربيه ما كنتش عرفتكم. خبطه عربيه؟ عربيه ايه؟ عربيه ايه يا ابني؟ اصلي يا بابا. اصلي ايه يا نور؟ انا يا عمي كنت ماشي بالعربيه، وكانت نور ماشيه هي ومريم، وانا ما اخدتش بالي وخبطتهم بعربيتي، بس كانت خبطه بسيطه.
واعتذرت لهم ووصلتهم هنا، والحمد لله ان ما حصلش اي حاجه. وانت بقى يا نور، انت ومريم مخبيين علينا؟ ينفع كده يا نور تخبوا علينا حاجه زي دي؟ دي كانت احسن خبطه، هي اللي عرفتني على نور ومريم. استاذن انا بقى. سلام عليكم يا عم. عايز بقى نحدد ميعاد الفرح في اقرب وقت. انا شقتي جاهزه وكل حاجه جاهزه. ماشي يا ابني، بس لازم تاخدوا فرصه تتعرفوا على بعض اكتر. ان شاء الله يا عم، بعد اذنك. سلام عليكم. مريم دي هتجنني، دمها جميل، لولا بس ان هما واقفين كنت انقضيت على رقبتك واخدت كل الدم اللي فيها. انا لازم اشوف طريقه لمريم اخد دمها كله ومحدش يكتشفني ولا يشك فيا. خليني بقى واقف مستخبي هنا لحد ما مريم تطلع، وبعد كده بأخطفها. هي سند اتأخرت ليه كده؟ قالت لي ان هي هتيجي تلعب معايا. يا مريم، يا مريم، مريم. ايه ده؟ دكتور اشرف، ازيك؟ ازيك يا مريم، اخبارك ايه ونور اخبارها ايه؟ الحمد لله. طيب انا كنت عايزه اطلب منك طلب. انا عايزه اشتري هديه لنور تكون حلوه، وعايزك تيجي معايا تختاريها لها لان انت اللي عارفه ذوقها. دي هتفرح بالهديه قوي. ماشي، هاجي معاك عشان نختارها. طيب يلا اركبي. بقى كده يا مريم تقولي لي تعالي العبي معايا وتخرجي مع دكتور اشرف وتسيبيني؟ طب كنت استني، خديني معاكي، اكيد هيفسحها ويجيب لها حاجات حلوه كتير. معلش يا مريم، هدخل المستشفى لحظه اشوف الحاله اللي قالوا لي عليها. لو عايزه تدخلي معايا تعالي. لا لا، انا هستناك هنا في العربيه. طيب انا مش هتاخر. خلاص يا مريم، وقعتي في ايدي. معلش يا مريم، انا اسف، في حاله طوارئ في البيت لازم اروح اكشف عليها عشان مش بتقدر تتحرك. انا هاخرك بس شويه. لا لا ولا يهمك يا دكتور اشرف، عادي انا هستناك. طيب يلا بينا. الحاله المريضه في البيت ده يا مريم، انا مش هتاخر، تعالي يلا انزلي معايا. طب استناك هنا في العربيه. لا لا لا، بلاش تستنيني في العربيه، تعالي انا مش هتاخر. ماشي يا دكتور. اخيرا يا مريم، دم نقي وجميل. ايه ده، انا فين دكتور اشرف؟ هو ايه اللي جرالي؟ انا تعبانه قوي. دكتور اشرف؟ انا مش دكتور. مش دكتور يعني ايه؟ انت مين؟ انا مصاص دماء. مصاص دماء يعني ايه؟ يعني هشرب دمك كله، وبعد كده اشرب دم اختك هي كمان، وبعدين ادور على فريسه تانية. انت ازاي تعمل كده؟ انت ما عندكش قلب، انت كذاب. لا ما عنديش قلب، وبطلي كلام بقى كده يا مريم. تقولي لي هلعب انا وساندي ونروح نشتري شويه حاجات من السوبر ماركت وتتاخري كل ده؟ هما اتصل بيها. موبايلها مغلق، غريبه قوي. هما اتصل بساندي. الو، ازيك يا ساندي. اهلا، ازيك يا طنط؟ اديني مريم اكلمها عشان تليفونها مغلق، مش عارفه اكلمها يا حبيبتي. بس مريم مش معايا يا طنط. ايه مش معاكي ازاي؟ انا كنت جايه لها البيت يا طنط عشان اعدي عليها، هنلعب مع بعض واتفقنا ان احنا نروح السوبر ماركت. اما جيت بقى لقيتها ركبت العربيه مع دكتور اشرف ومشيت. ركبت مع اشرف؟ غريبه قوي. طيب ما قالتش ليه؟ واشرف ما اتصلش بينا ليه؟ طب انا هتصل بباباها. يلا باي باي يا ساندي، سلام. الو، ايوه يا مراد. ايوه يا شادية، في حاجه؟ انا مش لاقيه مريم من بدري وبتصل بيها موبايلها مغلق، وساندي قالت لي ان هي شافتها وهي بتركب العربيه مع دكتور اشرف خطيب نور. انا قلقانه عليها قوي. طيب انا هروح المستشفى اسال عليه. لو سمحت يا دكتور، الدكتور اشرف عثمان موجود؟ اشرف عثمان؟ لا ما عندناش حد بالاسم ده. ازاي ما عندكمش حد بالاسم ده؟ ده بيجي هنا المستشفى كتير. دكتور اشرف عثمان؟ يا استاذ احنا ما عندناش في المستشفى دكتور اسمه اشرف اصلا. معقول؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا. طيب بعد اذنك. الحقني يا حضره الضابط، بنتي اتخطفت. اتخطفت؟ احكي لي الحكايه. اشرف خطيب بنتي الكبيره هو اللي خطفها. هو عمل نفسه دكتور وجاي يخطب بنتي، واما رحت سالت عليه في المستشفى اكتشفت ان مفيش حد بالاسم ده، وبنتي ركبت معاه العربيه ومشيت، معرفش خطفها وداها فين. طيب ايه مواصفاته وممكن شكله؟ احنا مش معانا صوره ليه، بس الكاميرات اللي في البيت اكيد صورت شكله. طيب انا هاجي معاك نعاين كاميرات البيت. تمام، الكاميرات جايبه شكله كويس. انا هوزع صورته دي على كل الاقسام وهنعمل بحث شامل في المدينه، بس للاسف دي مش اول حاله خطف تحصل. يعني ايه يا حضره الضابط؟ بنتي مش هترجع؟ هترجع ان شاء الله يا مدام، احنا ما كانش عندنا شكل محدد ليه، بس دلوقتي خلاص قدرنا نتوصل لشكله.
ان شاء الله هنوصل لها في اقرب وقت. يا حبيبتي يا بنتي، معقول يخدعنا ويعمل كل ده عشان يخطفها؟ ليه ليه يعمل كده؟ نور يا حبيبتي مصدومه وحابسه نفسها في اوضتها، مش بتتكلم خالص، بتقول ان هي السبب. كان لازم نسال عنه من الاول، ازاي يخدعنا كده؟ يا حبيبتي يا مريم، انا السبب. لو ما كنتش وافقت عليه وكنت رفضته اكيد ما كانش هيخطفك. طيب بيخطفها ليه؟ ليه بيخطفها؟ وبعدين بقى مع الراجل مصاص الدماء اللي جوه ده، انا بقالي فتره براقبه واتاكدت فعلا انه مصاص دماء. لازم ابلغ الشرطه، بس الاول لازم انقذ البنت المسكينه دي عشان ما تموتش زي اللي قبلها. مين اللي بيرن الجرس؟ مفيش حد بيرن الجرس، غريبه قوي دي. مش ممكن، مفيش حد، ازاي؟ انت مين؟ انت كمان، انت كمان زيه مصاص دماء؟ لا لا ما تخافيش، انا جاي انقذك. انا كنت براقبه من فتره وتاكدت فعلا انه مصاص دماء، بس لازم ابلغ الشرطه. المهم قلت انقذك قبل ما يحصل حاجه وتموتي. طيب ارجوك فكي ايدي ونهرب من هنا. انا هستخبى بسرعه دلوقتي قبل ما هو يجي، لان خبطت على الباب وطلعت اجري وهو طلع يشوف مين. انا هستخبى بسرعه واول ما يوصل هقطع الكهرباء. ما تخافيش هخليكي تهربي. استعدي عشان مع ظهور القمر لازم اشرب دم كتير كتير. ايه اللي قطع الكهرباء كده؟ يلا يلا هفكلك ايدك عشان نهرب بسرعه. الو شرطة النجدة، هارجوك لو سمحت تيجي في العنوان ده ضروري. الشخص اللي موجود في البيت ده مصاص دماء، كل شوية بيخطف حد. ارجوكم بسرعة هديكم العنوان. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اخرج بره البيت هنا خالص. طيب استني، انا هطلع امن المكان واشوفه راح فين وبعد كده هاجي اخرجك من البيت. طيب ارجوك ما تسيبني. ما تخافيش. ايه ده؟ ده رجع. ايه ده؟ هي راحت فين؟ مش ممكن مش ممكن ابدا، اكيد بتحاول تهرب بس مش هتعرف. انت فين يا مريم؟ تعالي ما تخافيش ما تخافيش يا مريم تعالي. انا سامع صوتها بتعيط. انت فين يا مريم؟ لا سيبني بقى ارجوك. مش هتقدري تهربي. يلا بسرعه تعالي اجري. قومي اجري معايا. خلاص تعبت مش قادره اجري، انا هموت. هاجري انت، ههرب انت. خلاص طيب انا هشيلك واحاول اجري اوديك المستشفى. لا لا هرجوك ما تضيعش نفسك، اهرب انت. هيفوق دلوقتي وهيمسكنا احنا الاتنين. ايه اللي جرالها؟ اغمى عليها يا حضرة الضبط، ارجوك اتصل بالاسعاف بسرعة. وفين الشخص المتهم مصاص الدماء؟ انا خبطته على دماغه وهو وقع جوه، الحقوه بقى قبل ما يفوق ويهرب. طيب انا هكلم الاسعاف وندخل نقبض عليه. انا متشكر قوي يا ابني، رغم سنك الصغير الا ان انت قدرت تنقذ بنتي وتتصل بالشرطه. انا كنت شاكك فيه بقالي فتره وكنت براقبه، وفي اليوم ده انا اتاكدت فعلا والحمد لله اني قدرت انقذ بنتك. الحمد لله يا ابني، ربنا بعتك ليها في الوقت المناسب. يا حبيبتي يا بنتي الحمد لله ربنا انقذك وبعتلك الولد ده عشان يبلغ الشرطه. انا اسفه يا ماما، انا وثقت فيه وركبت معاه العربيه، ما كنتش اعرف ان هو مصاص دماء. دي غلطتي انا يا بنتي، انا اللي المفروض كنت اسال عليه كويس قبل ما وافق ان هو يخطب اخته. هي نور فين؟ ما جاتش ليه؟ نور نور حزينه قوي، حابسه نفسها في الاوضه وبتعيط، بتقول ان هي السبب. لو ما كانتش وافقت على الخطوبه ما كانش هيحصل كل ده. هي ملهاش ذنب، هو انسان مخادع، كلنا اتخدعنا فيه. انا عايزه اشوف نور يا ماما. حاضر يا حبيبتي، انا هتصل بيها واقول لها تيجي المستشفى حالا.